سورة الأحزاب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. فسورت الأحزاب ودي مشودا في اسم ربنا دحنين يتشرد الحنان أنفيا أوقات كان ربيا ورتضع على الكفار ولا المؤمنين سيرس المنافقين. ربثنا يعلم كل شيء يسنى يضبر أمور تبعين يدي توحان غربة به أثنى ربيا يعلم سواني تخدم أتشري كان غفر ربيا بركي يشرب ذوحير. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللاهي تظهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قد يقيم ربي بن ذم شين ولون ذي المرنيش قد يقيم زواج ون ذي مثو مستينيم شما معلور القمة قد يقيم ذرون ون من الصح وذرد ربيم والنذاور ذي قرم هنو سقماش نون ربي ذي الحق خذي قار النساء يستمر دبريد. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. نسبة السن أربابة السن أكيد الحق هو الربية مرسين بابة السن حسب السن ذا مثلا ون وذي ونشيرين في الدين ما تغلطم ولا شو غيريف لكن ما يلث عن ذم لن يلعن غيريف ربي يعفو عطاش أرنون يتشرد الحنان. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. النبي جزوالا المؤمنين ولغ في يمن سن أدحسبا ثلوينيس أما كنذي مثسن وإذا كن يم يقرذا ذن هنا يم وراثا إذا شرع دي فرض ربي مشي ذي المؤمنين هرسا ناهروي ذاك دي هجرا حاشا مثوصم سكرا وإذا كنت حملا أكيد اكتب ذي الكتاب. وإذا أخذنا من نبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. مد نطفكن العهد ذي الأنبياء ولذيك ذي نوح ذي إبراهيم موسى ذي عيسى اسم مريم ذي سنة فد العهد يقوان أكنس الذي استقسي التيس أفتيس سنسن إيه جيسني الكفار لعثب ذقر حنطاس. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. النخلص دوذ يمنا أربي إن عمد في اللون مكني دسان الجنود في اللسن أن رسل دضو
ذي الجنود مرثم تغريم ربي كتخذ المزرات ميكوني دوستان السنيهون ويظنين سدواتون ألن مرت صغرفت ولو نبضن دغار ثغاش غف ربي يفذاك الشك ذي النغدس وجرفن المؤمنين تزرز يسن أجلز ونسأل مثليس وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا يمكنني سقرا وذك يمنا سيرس منافقين ذوي ذمير كان ولوان صفنا ولوان سن الوعد ربي ذنفيس جيغان حسب غرو وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستاذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا مش سنة ثلاثة ذي سن المنافقين أي مولان يثرب المدينة وين دقيمة غميث أقول صغري خامنا نوان يون واربع نظرف ناش إن في أكل نظروحا أقار ناسي خامنا النا الشهر النور سعين الحصين مشي ذا الحصين خصا تروي رفغنا ذا الولان ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا أمردك من فلسن من كل جهة أسن ضربن أذ قول النمزي شفرا يمير كان أتخذ من مبرمخ من نطاش ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الدبار وكان عبد الله مسؤولا يكوق بالعهد ربي ولقل نغر ذفير وعوثنا ربي مسال قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا إن سنكن في عرام ما يلث الورم دي الموث نغنغان كن دي الجهاد يكذرس أرث عيشم إنس ولا كني من عم ذي ربي أمرو نفغو الشر نغو نفغو الخيار ورتفني من الدكار من غير ربي أثنى عونا ولا ونحني نصرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا ياتون البأس إلا قليلا إكثن ربي عدام وذي السفرغ مذهوان أقرني وثمثنا سن إيو قرث دغورنا لأنه الدثران جهد ما يلكش من ذي الطراد قرثنا غنحش شويط أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يشاع عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ذي بخري في اللون إما رد يسكن الخوف أثنتواري يضسك ذند غرح ألن تغرفت أمين يدبضك نرموس ميروح الخوف ذي النيم أذب ذو نسلخ ذهون السيير الساون اقطعنا ذي مشححنا غفر خير وإذا كنوا من الآن يبطل ربي الفعل نسن وإن غفر ربي سهل يحسبون الحزاب لم يذهبوا وإن ياتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن بائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا أنوان ورعاذي روحا وذاك الندي يمشودا أحزاب موسند وذاك يمشودا أذمنين لو كان اللين
ذي فراء ذي بدويا أذي السلون الخضار نوان أمر ذي لين هيروان ورسناغن حش شويت. لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سعم ذي رسول الله المثالي الهاتفاتج يوين يترجون ربي يتوى ذا سر الله خارف يتمكثي ذا ربطاش. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يمكن نظران المؤمنين وذك نديم شدا أن نشذ وقيني يغي وعد ربي ذنفيش ربي تيذت إذي قار أكن يلدهم شقعيش يسنر نمذ ريمان يكوذ الطعام ربي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خرج الجزن ذي المؤمنين الطفل ذي العهد الربيع ذي سنوي ذي يموثا ذي سنوي ذي يسرجون والبدرين ذي قشمع. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ذا ربنا لي جزين أتيت في السنسن أذي عدت بما يبغى وذا كيوم ننسيرس المنافقين نغذي ثوف اللسن ربي يتسمي حطاش أرنو يتشرد حنا. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. يا ربي كفروا حرقا ذقولا وننسن لفغنس النور ثبضا إهن ربي المؤمنين ذي طراد مبرمك شمنت ربي قوريس وغلاب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاشرون فريقا. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. وذكنثني عونا ذقذي شعن الكتاب اليهود استفغثني ذي الحصين اتشرس نلو ننسن ذي الخلعة الفجعة ذي الخوف أربع ذي سن ثنغمتا أربع تطفم ثم حباس يسور ثون القاع نسن ذي خامن ذي الشين سن ذي القاع ورتثي شمم ربي يزمر كل شيء. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. أنفي إن استهلوينيش ماذا الحياة الدنيا إذ فغمت يكوذ الزهوينس إيام تكت سربحا أكت سربحا برشوال. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. ماذا ربي ثغمت ذا النبيس ذي وخمن الله حرف إيها قارب في ذاك يخذ من الأحسن ذي كت رجل ثم قرآن طاش. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف له العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. أشير وين النبي في نادي السيسن ذكوت الدنوف وشميث إبانا لعتب في اللس مرطيا والنغفر بشهر. عزب ومن يقلوت
ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. إن ليذ من ذكوت فطاع ربي ذنفيس ذي الشرح كانت خدم أسنف كسوف مرفيا أن حقي ذي الجنة أين كن يفها ورويح. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء تقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. في روين النبي ويشتني اللي نذكت أم ثروين النظام بس تقوثم تربين ورسترقيق متوال أذي ضمع ونور نصفين حدرمت شوي وريرسن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج جاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. زغمام تقخمن الكوت ورتشبيح متران الشبوح الوقفن الجهريان بدم تغفظن ليثن كوت أفكم تزكاة كوت تضعم تربي لنفيس يفغارب بذو نيكس لو سخن الدنوب ذي السياث كنوان يثوخ من النفيا أكون الزجدق ذا جزدق. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. مشيمة الدث القرآن ذي الحديث دقانا ازدخل القخة من الكوت أثنى ربي استغذيمت شيء لان الخبر قرص. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. انسر من تشنسر مين ذي المؤمنين ذي المؤمنات ذي الطيعين ذي الطائعات ذي ستي ذي صفرين الصفريين وذا كن يتخشعا أتي ذاك يتخشعا وذا كن يتصدقا أتي ذاك يتصدقا وذا كن يتصزما أتي ذاك يتصزما وذ يرنان الشهوان سن أتي ذاك النت يرنان وذي ذكرنا ربطاش أتي ذاك يتذكران إهجي يسن ربي لعفو ذا جرد مقران. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ورسعنا للخيار المؤمنة المؤمنة ما يقطر بذنفيس ذهر لمن يعنان وإن يعصنا بذنفيس يبعد غفر ذطاش. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. مثل لث قرداش يوين في دين عم ربيه أما كنت نعمض فلاش أجغرك ثمط فيه ربي لقتك وظل تفرض زخر بوليك أين ردي سفن ربي استقوثل ذي مدن ربي لقتك وظل. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا.
مش تفغ ذي الدهن إزايد نطوثيس نفكيك ستزوجا أكنور يسيرو غريف في المؤمنين مذغن الزواج التلاوين بيض ربان ماذين فاتشن الدهن زمر البيضرون. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا ورشغ رفن فيه ذي قوين ازد فرض ربي ذي رفغي ربي في زيه ذي قوذي عدن روحا أين قدر ديضرو الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ودي الصوت للوصيات الرب رنو تشاكوذنت ولاش وين تشاكوذن حشر بثني خلقا وجحوسف ربي بركاث. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما محمد أري اللي ذباباس نصح جيوان لهوان نتذم شقع الربية إذ يخثمن الأنبياء ربي يعلمس كل شيء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما كن وغوي ذك يمنا ذكر فرب سوطاش سبح في الصبح بالدين إذا نستغي تصلين فلونك للملايك أكنك ندي السفق الذي ترى ما تحش من ثفاث نستغذن المؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما أثني ذي قافل السلام السن بلث مليلا أي نيشني هجا أثن ذي الخير ذا القرآن. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا أنذيا نشجعك ذي الشهد أتف الشرض أرنس نظرض شردني ثلاث جبضض مدن سفريض الربيع يشتر المصبح يتفجيج بشر المؤمنين أثان شعان ورب الخير ذا القرآن. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع ذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ارتضع على الكفار ولا المؤمنين سيرس المنافقين أنفس نورث نتاذون اتخيري كان غف ربي بركيك ربي ذوحير. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن صراحا جميلا أويذ يومنا المتزوجم أشتذك إني يومنان من بعد مثل رمسات وقبل مثل نور متت وفي الله أخرى العيدة أريد حسفهم في اللشت فكتشت إيصا فرحت سرحتشت بلا شوال. يا أيها النبي أولنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها
خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت إيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما. أنا في مقرغ حلاش في لوين النهز وجل في ذاك مثفكذ الصداق أعمنت يكشتي ذاك المرخض الثلاثين دقيني قد يفكى ربي ذي الغني من الجهاد يكو ذي يشيش عميك ذي يشيش تعمومينيك يشيش خيريك ذا خوالتيك ذي ذني هجرا يذيك أسمطوط أني يمنا ما تفكي ما نسين فيها ما يبغى نفيها سيزوج ثقي كشتيني وحدك مبلا ما كين ذا المؤمنين نعلم سوين ذا نفرض فلسن دي زواج نسان يكتي ذا كملكين ذا كلاثين أكنور تتحير ضران ربنا يعفو نطاس أرنوي يتشور ذا الحنان. ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. أسوخر الثنة في بغيض أدقرب الثنة في بغيض لكتنك الفهوان لذلك نتعزر ويش غريف الله ذويناش تشار نثيط ورتبوغ بنت أذروت تيرنين سوان استفكيض يعلم ربي خيلان ازدخل بولا وننون العلم ربي يوسع ورديس قصة سرع جلان. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من ازواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. ولك حل ثلاث لوين أكغر الزات أتغض نغث تبدل تستيض غش عجبتك ذي استفان حشتي ذاك إثمر خض ثلاثين ربي في كل شيء ذا عشاش. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. خلونا وذك يمنا ويحكم السخة من النبي حاشا ما سوى عرضم عرض طعام ورتراجوث ألا ما يحضر ديبان ما سوى عرضم كشمث مثل شامكر ثروحث ورتغمث غل هدران وإن روس يعجيب النبي لكن يستضحي ذي هون أربور يستضحي ذي الحق مرث الضرر في مثاقه والسام الحاجة يتلوين النين المفيع أضرب الثلاثة الفير الحجاب ذوين نغيسار صفون ولو ننون ذويذن ست ولو نراقص ذوم رسول الله أتزوجم من بعد استلوينيش أبدا أثنوين نغ وربي ذين مقرن. إن تبدو شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. بين لك رد السكنم نغفر امتثان ربي
يبدل خبر كل شيء. لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. ورشف لست غريف مرحجفت أفافت ست ولا غفر ونست ولا غفث مثل نست ولا روبث مثل نست ذو روني يسمث ست نغثير وين ننست ذو ذاك نمرشت أقوثنت ربي مثان ربي للشهد في كل شيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ربي ذي الملائكات ألا تصلين غف النبي المؤمنين ولد خنوي صلث فلش سلمم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاب مهينا. وذي يؤذن ربي الانفيس يسنع عرثنا ربي في الدنيا كثر خارف يهجي يسن العثاب ذم عر إثنهانا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كن يتسذون المؤمنين والمؤمنات أسوين الخذبنا لهم ببن الكثب ذا مقران ذرثم فلعنني. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أنفني نستي ثلوينيش ذي السيخ يكت ثلوين أبري لند المؤمنين أذسبور تجلفا أكن أذتوا عقرت أرث تسادو نارا أثنى ربي السميح أرنوي الشرد الحنام. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. مرجن الخفي من سن وذك يوم نسيرس المنافقين ذوذ غير بولوان ذوذ ديجارن الكثب ذو الفسد ذي المدينة أكيد نصر في اللسن ومن بعد رز الدغمران يلي حاشا شوية الوقت. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. اتوان عرن عند اللام هذا الصوت فنثن الغن ذا بريدي دي جاربي ذا قدي عدان روحان ورسز بيرداش تبدلت يقول بريدي دي جاربي. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. استقسين كيد مدن من مثقم القيامة إن شنة ربي عالما اشتيا كرت علي مضيس أهد اشتيا قرمد. إن الله لعن الكافرين وأعد له سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. ربنا على الكفار إهجيش نفرنو أتمس ديما ذيك سرقي من ورستفنا لنا حبيب ولوين احنا نصرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا
وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كثيرا. السلم رسن قلبا وثمون نسوز دخل تمس أسخقرا أوفان أنضع ربي نضع النفيا أسخقرا أبا فنا أنضع مقرن النا السعرقنا غبر ذان أبا فنا غفك زند لعثاب نسن مرخيا نعرف ما تصن النعلاث. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. خلوا غوذك يمنا أرتشيري ثمي ذاك إجلا نستدو الموسى أربي جثب قوين النان وربي قفص القر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كربي غويذك يمنا ربي لقتك واذن أقرف ورسوفا أو نصلح الأعمال نوان أو نعفو الذنوب نوان وضع ربي ذنبيش يربح الربح ذا القرآن. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أقرغنا عرض بمنا غفيج ونذر قاعا ذي ذرار رول النذيس وقال نسزمير نرى ماذا الإنسان قبريت يضرم الشمور تغريم. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. أكنذي عتف ربي وذكي من السيرس المنافقين أتذي من السيرس أذوذ إسيق من الشريك أتذي إسيق من الشريك رب ذي عفو ذي يمنا أشتذك أني يمنا رب ذي عفو مطاس أرنوي السرد الحنان.